فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. إذن هذا يأتي دليلا على بعض أتباع العلماء والمتبوعين، إن كان لإمامهم قول زاحموا به النص، وإن لم يكن قالوا فلماذا سكت، ربما ضعف عنده الحديث، فكانوا ينطحون النصوص بقوله أو بصمته أحيانا. هذا هذا معلوم البطلان، أنه ما يحتج بقول أحد أو فعل أحد مع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الأحد الذي خالف، إما أنه لم يبلغه النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه بلغه ولم يثبت عنده، أو أنه بلغه وثبت عنده لكن رأى أنه لا يدل على هذه المسألة بعينها، فلهم أعذار بيّنها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر أعذارهم إذا خالفوا. وعلى كل حال الحجة فيما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا في قول الصحابي أو قول العالم. إذا كان قول الصحابي لا يقبل إذا خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يقبل قول العالم إذا خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فليس هذا حجة. وقولهم أنه أعلم بالحديث ليس كذلك، فقد لا يكون عالما بوجود الحديث أصلا، قد يكون علم به لكن لم يثبت عنده وهو ثابت عند غيره، قد يكون تبين له ما لم يتبين لغيره ويكون مخطئا في فهمه، إلى غير ذلك من الأعذار.